عايز اعمل لكم بقى غدا سريع حلو يحل كل مشاكل. هناكل ايه النهارده؟ هنعمل النهارده مع بعض وراك ملهاش حل. هتخش الفرن هتبقى مشويه، عملتيها على البوتاجاز هتبقى كده يعني بالتخديعه وحاجه كده من الاخر. المهم ان انا هحل لك مشكله الغدا النهارده بالوراك، يعني عندك ورك طلعيه، اتنين طلعيه، 10 طلعيه حسب عدد الاسره. بصوا بقى الوراك ما شاء الله تبارك الله مغسوله كويس جدا وزي الفل. هنعمل مع بعض رز ابيض حلو جدا تقليدي، هنعمل وراك في الفرن هتطلع بتزغرط، ولو لحقنا ان شاء الله هنعمل لكم احلى سلطه بلدي. المنيو معانا يا جماعه وهنقول المقادير بسرعه كده واحنا شغالين. عندنا الوراك يا جماعه حسب عدد الاسره، انا بالنسبه لي بعمل يمكن ربع ثلاث وراك معانا. عندنا حبيتين طماطم مبشوره، ثوم مفروم، ملح، فلفل اسود، بهار، عصير ليمون، ده لتتبيله الفراخ او الوراك بتاعتنا. هنفرش ايه بقى في الصينيه؟ عندنا بصل حلقات، وعندنا بطاطسايه واحده بس عشان اخد منها صوص جميل كده لما تدوب معايا، عندي طماطم شرايح، وعندي فلفل شرايح، زيت، ملح، فلفل. اظن مفيش يعني اسهل من كده وصفه، يعني كل مقاديرها هتبقى عندنا ان شاء الله في البيت. هنجيب البوله الحلوه بسم الله ونتبل فيها الفراخ بتاعتنا. اول حاجه مبدئيا فراخنا تبقى مغسولة كويس جدا، وتبقى كمان منقوعة بشوية ليمون أو عصرة. صباح الفل استاذة منال، ايه الهنا ده على طول كده؟ اتفضلي تسلميلي. اتفضلي اتفضلي، جاي على الوراك انت يا استاذة منال. اتفضلي حضرتك يا شيخ حرحر، عاملة ايه؟ قلب حرحر يا ناس، تسلمي تسلمي. ده بنورك يا استاذة منال، تسلميلي يا حبيبتي، تسلميلي. في عمرك يا رب. الله يخليك الله يخليك. انا متابعة حضرتك على الصفحة، وكنت عاملة الكرواسون باظت باظت خالص. ايه رأيك باظت ده؟ وكله شوكولاتة، كله شوكولاتة. تسلمين يا منال، يا رب ما نحرمش منك ابدا. يبارك في عمرك يا رب. تأمرينا بحاجه يا منال، ما نفسكيش في حاجه؟ عاوز تسلمي يا حبيبتي، ما يمرش عليكي ظالم. عايزه اسال حضرتك ازاي اخزن الليمون عشان بيبوظ على طول في الثلاجه. حاضر، عينيا، حالا حالا دلوقتي. شرفتينا. انا بحاول الف في فويل وبرده بيبوظ. ولا تلفي فويل ولا توجعي قلبك، اسهل طريقه طريقه حريه اللي احنا بنعملها كلنا. بص يا ست الكل، اغسلي ليمونك عادي وعبيه في كيس ثلاجه عادي خالص، ودخليه الفريزر وقت ما تعوزي هتطلعي ليمونه او اثنين او ثلاثه. كل اللي هتعمليه ان انت هتحطيه في ميه مغليه او تسيبيه على الرخامه او في الثلاجه من بالليل، وعصوري يا ست البنات، اسهل طريقه واحسن طريقه للليمون بتاعنا. نورتينا يا استاذه منال، تسلمي لنا يا رب. خلاص يا جماعه، يبقى الوراك بتاعتي ما شاء الله اهي زي الفل. هنزل عليها بس ببشر حبايه طماطم احيقها بمعنى اصح. الثوم هنا ما تحطيش بصل مبشور، الثوم هنا بص رهيب رهيب والله رهيب يا جماعه، بيدي تيست حلو جدا. يا سلام بقى لو تعبنا شويه وخدناه في الهون هيبقى تيسته اعلى. احط شويه عصير ليمون عشان تديني مزازه حلوه قوي للتتبيله، وتعمل معايا ايه بقى؟ اي حاجه هربت مني اثناء التنظيف بتبقى زي الفل. استاذه انجلينا، الو انجلينا، حته واحده، ده احنا كده رحنا اوروبا بقى. اتفضلي. ازيك يا سمر؟ الله يخليك يا حبيبتي، اتفضلي. كنت عايزه اسال على سوري بجد، عشان انا بس اول مره ادخل مداخله يعني. لا اتفضلي يا انجلينا، اموري يا حبيبتي اللي انت عايزاه كله. عايزه ايه تاني عشان ما سمعتش؟ كنت عايزه اكلات اقتصاديه للمصيف. حاضر، عيوني عيوني. على فكره البرنامج بتاعنا هتلاقيه اقتصادي. يعني ايه اقتصادي؟ يعني الوصفه اللي احنا بنعملها دي لو انت عايز تعملي ورك اعملي، عايز تعملي فرخه تاكل 7 8 قطعيها 8 قطع وهتاكل الناس كلها. يعني الاقتصادي احنا اللي بنلعب فيه. عينيا الحلقات اللي جايه ان شاء الله هتلاقيها اقتصادي. يبقى احنا عملنا ايه دلوقتي؟ حطينا الفراخ في التتبيله الحلوه دي، ممكن تقفليها كده باي فويل ولا باي حاجه عندك وسيبيها نص ساعه في التتبيل. هنعمل ايه تاني؟ هنجيب صينيه بايركس، اي حاجه عندنا، وناخد كل الخير ده وننزل فيه. يعني حلقات الفلفل دي هتدوب، هتبقى معاكي حكايه في الاخر. وعندك ما شاء الله حلقات البصل برضو هتدوب وتبقى حكايه في الاخر. وعندك شويه حلقات ايه؟ طماطم. طب مش عايزاها حلقات؟ قطعيها كده يا ستي تقطيعها زي ما انت عايزه. السر عندي هنا في البطاطسايه. ليه البطاطسايه؟ انا عايزه صوص اغمس منه او احط منه على الرز، فالبطاطسايه هتدوب هتديني كده نشا، بدل ما احط دقيق او احط نشا فانا هاخد البطاطسيه بتاعتي. هقلب كل الكلام الحلو ده وهديله برضو ايه؟ تتبيله خفيفه قوي، يعني شويه ملح صغيرين. ما تنسيش ابدا انت حطيتي على الفراخ ايه؟ الملح.
ونحط برضو شوية بهار. وأنا مع الأستاذة وأنا بتكلم في التليفون حطيت طماطم مبشورة، بهار، ملح، فلفل أسود، عصير الليمون فقط لا غير يا جماعة. وكل الكلام الحلو ده أسهل تتبيلة. كل اللي احنا عملناه ده هنروح عاملينه كده بإيدينا، ما شاء الله كله ياخد من طعم بعضه كده، وإنسى بقى. وهنفرده فردة خفيفة جميلة لذيذة، ونجيب بقى الخير بتاعنا، سواء فرخة عايزة تعمليها، عايزة تعمليها بصدور رومي، عايزة تعمليها بصدور بس، تعمليها بوراك بس، انت حرة. وترصيها بشكل حلو كده، وناخد كل الخير والجمال ده ونقول اللهم صل على النبي، وننزل على الوش بتاعنا الجميل ده. اهو هنحط مية؟ لا. هنحط ايه تاني؟ ولا اي حاجة خالص. كل اللي هتتعبي نفسك فيه ان انت هتقفليها فويل بس، وتدخليها على الفرن بتاعك المظبوط على 200. اول ما تحسي ان هي بدات تستوي شيلي الفويل، تتحمر منك، تطلع معاك زي الفل. غدا سريع ما اخدش من وقتنا كه، يعني بصوا كده، يعني دوب دخلتي المطبخ طلعتي منه على طول. خلاص هنسمي بسم الله بقى بعد ما حطينا الفراخ بتاعتنا في الفرن الجميله. هتاخد قد ايه؟ انا امبارح على فكره اتعملت، انا عملتها امبارح اخدت بالظبط ساعه الا ربع.